والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات من قوائم الممنوعين من السفر في قضية اتهام اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين بالاستيلاء على 1 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التي تحصلوا عليها. قال قاضي التحقيق للمصري اليوم أن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت، وثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم، لذا تمت الموافقة على ردهم للأموال التي تحصلوا عليها وبلغت نحو 178 مليون جنيه مصري واستبعادهم من القضية التي تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات. أضاف أيضا قاضي التحقيق أن التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأخطر قاضي التحقيق الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.